الملاحظ أن هؤلاء الذين قدموا إلى رئيس الجمهورية وقابل منهم إلى حد الآن ثلاثة وما زال الباقون، أنهم من الخبراء الاقتصاديين، وبعضهم معروف بأنه مستقل، ولكن يبدو أن بعض الأحزاب تبنت حتى شخصيات اقتصادية مستقلة لكي تقدمها باعتبار أن الجميع يتفقد أن المرحلة المقبلة هي مرحلة صعوبات اقتصادية بالدرجة الأولى، وأن مشاكل التنمية هي الكفيلة بحل باقي المشاكل في تونس بشكل سياسي. رئيس الجمهورية يستمع إلى برنامج ورؤية كل فرد منهم، ثم بعد ذلك سيقرر في الأخير تكليف أحدهم بحسب الدستور بتشكيل الحكومة. في ذلك الوقت رئيس حكومة المعين أو المكلف يبدأ مشاوراته، وعندما ينتهي منها ويشكل الحكومة يقع عرضها على مجلس النواب. هناك احتمالان في هذه الحالة: الاحتمال الأول أن يوافق البرلمان بالأغلبية المطلقة تمر الحكومة، الاحتمال الثاني هو أن البرلمان يرفض هذه الحكومة، وفي هذه الحالة حسب الدستور يحل البرلمان وتعاد من جديد انتخابات تشريعية طبعا.